السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق غندير لكم هذه الحلوه اللي بالشوكولاته واللوز، نتمنى انها تعجبكم كالعاده. اللي بغى المقادير بالصوت غنديرهم في نهايه الفيديو، نخليكم مع المقادير والطريقه. في الاول غادي ناخذ شي كسرونه وندهنوها من الداخل مزيان بشويه ديال الزيت، غير باش ما يتحرقش لينا السكر فاش يكون كيطيب. ونديروا 90 غرام ديال السنيده، 90 غرام ديال الزبده مقطعه طريفات، 90 غرام ديال الزبده مقطعه طريفات ناخدوه ونحطوه يطيب فوق اقل حراره ممكنه، يعني العافيه خاصها تكون ناقصه للحد ديالها. فاش ذوب الزبده كنحركو في الاول باش غير تخلط مع سنيده صافي، وما بقوش نحركو، نخليوه حتى يغلى على خاطره. كيف ما قلت لكم العافيه خاصها تبقى ناقصه وما خاصناش نحركو، ونتسناو حتى طلع لي الغليه كله. تقريبا هذه العمليه خدات لي 8 دقائق. منين كيطيب كنحيدوه من فوق البوطه وكنزيدو عليه الفواكه معسلين ومقطعين. انا درت الاناناس وقشوره الليمون، هو ماشي ضروري ديروهم الا ما كانوش متوفرين حيت غير كنسمو بهم. كنزيدو 190 غرام ديال اللوز ايفيلي و 3 المعالق كبار ديال الكريم فريش. هادشي خاصكم تكونوا موجدين وحداكم محطوط باش تزيدوه على الخليط وهو ساخن، واحترموا الترتيب. ومنين تزيدوه خلطوا بسرعه بشي ملعقه حتى ينسجموا العناصر تماما. الخليط كيكون بهذا الشكل هذا. الشكل الاول غادي نستعملوا مول سيليكون 0.27، غادي نحطو في كل بلاصه. تقريبا معلقه صغيره تكون عامره بخليط اللوز، وحاولوا ديروا نفس الكميه في كل بلاصه باش يجيكم الطياب مقاد. ساليت دابا من المول الاول، غادي ندوز المول الثاني. وفي المول الثاني حتى هو كنديروا غير معلقه صغيره في كل بلاصه، وكيف ما كتلاحظوا قدوهم شي شويه مزيان بالمعلقه حيت كيف ما غادي تحطوها كيف ما غطيب. ندخلوا ما يطيبوا في فرن نكونوا سخناه من قبل، حراره متوسطه 180 درجه، يكون شاعل من الفوق من التحت، وكنحطوهم في الاسفل الفرن ونبقاو حاضينهم حتى يبانوا لنا ولاو ذهبيين، ونخرجوهم تقريبا شي 12 دقيقه. ومن بعد ما كيطيبوا كنخليهم يبردوا شي نص ساعه تقريبا، عاد كنحيدوهم من المول. قبل ما نعاودو نستعملو ليمول كنغسلوه مزيان وكنشفوه من الماء. هنا عندي شويه فواكه معسله مقطعه طريفات صغار، كناخدهم وكنستفهم في الوسط بشويه باش ما يمشوش ليا الجناب. دابا منين ساليتهم غادي نمشي ندوب الشكلاط البيض في حمام مريم. غادي نذوب 400 غرام ديال الشكلاط على نار هادئه جدا. انا استعملت الشكلاط بيض غيش، من الاحسن انكم تستعملوا شي شكلاط يكون عنده الجوده عاليه حيت مستعملين اللوز. كنديروا في كل بلاصه مقدار نصف ملعقه صغيره من الشكلاط باش ما تجيناش الحلوه عاليه بزاف.
منين كنساليو تناخدو اللوز وكنسدو بيه وكنوركو غير شي شويه باش يتلصق مع الشكلاط. وكنخليو صافي يجمد غير في الكوزينه، يولي كنصيف من الاحسن ندخلوه للثلاجه. الشكل الثاني كياخذ الشكلاط اكثر، كنديرو في كل بلاصه معلقه صغيره عامره وكنسدو عليها باللوز كما درنا في الشكل الاول. ونخليه حتى هو يجمد تقريبا شي نص ساعه، ومن بعد كنحيدو من المول بشويه، وهذا هو الشكل النهائي. وهي الكميه اللي غادي نحصلوا عليها، تقريبا 30 قطعه. هذو هما الاشكال اللي خدمت، الشكل الاول والشكل الثاني اللي بالفواكه الجافه. وكيف ما لاحظتوا في الوسط درت واحد الشكل بالشكلاط الاسود باش تكون عندكم فكره كيفاش غادي يخرج. نتمنى هذا الفيديو يجيكم مفيد، ولا عجبكم ما تنسوش تشتركوا معنا. وبصحة وراحة. اذا في المقادير غادي نحتاجو 190 غرام ديال لوز ايفيلي، 90 غرام ديال سنيدة، 90 غرام ديال الزبدة، 400 غرام ديال الشكلاط غيش يعني يكون نوعية جيدة، وشي شوية الفواكه معسلة. انا استعملت الاناناس مقطع وقشورة الليمون معسلين، وفي الاخير 3 معالق كبار ديال الكريم فريش.